من أصناف الزكاة الواجبة زكاة الزروع والثمار، كما قال عز وجل: وآتوا حقه يوم حصاده. فيجب على من كان عنده شيء من الزروع والثمار مثل التمر، مثل العنب، مثل البور، مثل الشعير، مثل الأرز وغير ذلك، إذا بلغ النصاب، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، يعني زكاة، والوسق 60 صاعا، يعني نصاب الزروع والثمار 300 صاع. فإذا بلغ 300 صاع بما يقارب 750 كيلو جرام تقريبا وجبت فيه الزكاة. فينبغي الإنسان أن يحرص ويسأل أهل العلم عن التفاصيل المتعلقة بزكاة الزروع والثمار. نادي الاقتصاد الإسلامي لكل طالب علم يبحث عن التأصيل والتميز.